تفاصيل أكتر عن مبادرة قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين. معنا هاتفين دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم والسادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم. يمكن دي مش الخطوة الأولى، لكن هي عودة مرة أخرى للتوغل في المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين وحل شكاواهم المختلفة على كل الأصعدة. عايز أعرف من حضرتك الاستراتيجية اللي بيقوم بها الجهاز حاليا لتوفيق أوضاع ربما هي غير منضبطة في عدد من الأسواق. تعلم حضرتك أن جهاز حماية المستهلك هو المعني بضبط وحماية وصول حقوق المستهلكين. الجهاز عندما أطلق بداية مبادرة أسبوع في حب الوطن، نعم، اللي استمرت أسبوع كامل في معسكر عمل، ثم تلاها مبادرات اليوم المفتوح لحل الشكاوى المستهلكين يوم الاثنين الثاني من كل شهر، وهذه هي المحطة السادسة اللي تنطلق فيها المبادرة لمحافظة أسيوط. الشهر الماضي كنا في محافظة الشرقية في القرى المغطاة، والشهر اللي قبله كنا في محافظة سوهاج. الجهاز بيعمل وفق استراتيجية وخطة واضحة لتستهدف الانتقال لكل المحافظات. منظومة حقوق الإنسان، منظومة حقوق حماية المستهلك ليست قاصرة على المواطنين في القاهرة والجيزة. بنؤكد أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامج الحكومة بيؤكد على أن هذه المنظومة بد وأن تشمل كل المواطنين في كل محافظات مصر. طب هنا سيادة اللواء، يمكن حضراتكم زي ما سيادتك تفضلت وقلت تنقلتم ما بين أكتر من محافظة. لو مسكنا أي محافظة على سبيل المثال للحصر ونقول نتاج وجودكم فيها لمدة معينة كان عبارة عن إيه؟ إحنا على فكرة هو اليوم الاثنين الثاني من كل شهر ده اللي بتنعقد فيه المبادرة بمشاركة كل الأطراف المعنية بالمنظومة الاستهلاكية. بس هي فلسفتها في أننا أروح المحافظة، ان انا باخد كل هذه الشركات سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي، الشركات المعنيه بالسلع المعمره، الاجهزه الكهربائيه، المعنيه بالسيارات، الشركات الخدمات، مرفق تنظيم الاتصالات، كل شركات المحمول، القطاع الحكومي، الميه، الكهرباء، الغاز، كل هذه الكيانات بتبقى موجوده معانا داخل المبادره، داخل المعسكر اللي بنروح فيه للمحافظه. والشكاوي محصورة، وبنعلن عن تلقي شكاوي المواطنين من قبلها بأسبوع. بنعلن عن خدمة واتساب اسمها قافلة المحافظات 010-30-602، بحيث أن أي مواطن عنده شكوى قبلها بيبقى باعتها، ويوميها يوم المبادرة نفسها بيبقى موجود، لأن احنا موجودين في مكان عام في الصالة المغطاة في محافظة أسيوط. أعلنا لكل المواطنين، السيد المحافظ أعلن للمواطنين من خلال مراكز الشباب، من خلال المدارس، من خلال الجامعة، من خلال دور العبادة، من خلال موقع المحافظة الإلكتروني. كل الأهالي عارفين إن عنده شكوى خاصة بالمنظومة الاستهلاكية، جهاز حماية المستهلك موجود بالتنسيق مع السيد المحافظ. طب هنا سيادة اللواء، إيه الأوراق اللي المفروض يقدمها المواطن اللي عنده شكوى بالنسبة لحضرتك؟ أي مواطن عنده أي شكوى تخصه اعتقد ان هو المفروض يبقى معاه المستند. اذا شاري سلعه وعنده مشكله فيها بيبقى معاه الفاتوره، اللي هي الفاتوره دي رقم واحد احنا بتاكد عليها دايما وطول الوقت. طبعا طبعا، والقانون الجديد اكد على ضروره الزام التاجر ان هو يدي المستهلك فاتوره. الفاتوره يا فندم وليس بيان اسعار، الفاتوره اللي فيها الرقم الضريبي وفيها رقم التليفون وكل شيء. القانون القانون بيلزم التاجر او المورد او مقدم الخدمه ان هو يعطي فاتوره شامله واضحة فيها بيان السلعة، نوعها، حجمها، عددها، سعرها، كل ده، وليس بيان أسعار. ولابد أن المواطن أو المستهلك يؤكد على حقه في أنه يأخذ فاتورته عشان تضمن أن لما يلجأ عشان يبقى فيه ضرر بالنسبة له نقدر نجيب له حقه سريعا. يعني هيساعدنا أن احنا نجيب له حقه. تمام يا فندم. سيادتك الحملة موجودة لمدة قد ايه بقى ان شاء الله في المحافظة؟ هي الحملة هو اسمه اليوم المفتوح لحل الشكاوى المستهلكين. احنا بنعلن عنها من 10 ايام، قبلها ب 10 ايام بيبقى في تفاعل مع المواطنين في نطاق المحافظة او في نطاق محافظات مصر كلها، بس احنا لما بنخصص للمحافظة بعينها بنبقى مركزين في هذا المكان خدمة لاهالي المحافظة المعنية اللي احنا رايحين ليها. بنأكد على ان حماية المستهلك وصون حقوقه هي حق كفله الدستور، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامج الحكومه، ان احنا نضع اليات غير تقليديه
في التفاعل مع المواطنين وحل شكواهم، بيتم حل فعلي على أرض الواقع. الشكاوى موجودة، الشاكي موجود، الطرف الآخر اللي عنده الشكوى موجود، فهذا الحل الواقعي بيرضي المواطن، وإحنا موجودين عشان نتلقى الشكاوي. القانون والدستور بيدي حق للمواطن هو يشتكي، وبيفرض علينا كأجهزة إن إحنا نتفاعل معاه ونحل شكواه، ودي بيبقى لها مردود إيجابي. والدولة بتقول للمواطن إحنا موجودين أهو، كل مؤسسات الدولة معاك، لأن برضو إحنا المبادرة دي بنعملها بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، مع السيد المحافظ، مع كل الكيانات المعنية. وعلى هامش المبادرة بنعمل ندوة توعوية برضو، إن في دور هام لموضوع التوعية، ففي ندوة توعوية في داخل الجامعة في المركز المؤتمرات الرئيسي بمشاركة كل رموز المجتمع وعمد القرى مع طلبة الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس، ولهم دور الدولة في حماية المستهلك. هي وضحت الصورة يا فندم، بشكر سيادتك، شكرا جزيلا. سيادة اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، كنت معنا هاتفيا، وبنفكر مشاهدينا بزيرو 10 30 1602، ده رقم الشكاوى لو حضراتكم عندكم أي شكوى متعلقة بأي سلعة اشتريتوها وشايفين ليكوا حق، بتتصلوا على هذا الرقم عشان يتم التواصل معكم إن شاء الله.